الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحديثنا في هذه المجلس عن جهود السلف الصالح في الدفاع عن القرآن الكريم. ونقصد بالسلف الصالح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومن سار على نهجهم وعلى طريقتهم فهو من السلف الصالح. وأفضل هذه القرون هو صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة خير الأنبياء والتلقي عنه، ولهذا كانوا من أصف الناس فهماً ومن خير الناس فطرة ومن أحرص الناس على حمل هذا الدين وعلى فهمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا زكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن الفرق، حيث قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وكل من سلك مسلكهم فهو على طريقتهم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهم تفقهوا على القرآن، تلقوا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، وحملوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهم أهل القرآن حقيقة، فهماً وعلماً وطريقة في الفهم. ولهذا كانوا يقولون: لا نتجاوز 10 آيات من القرآن حتى نعرف ما فيها من العلم والعمل. يعني يتعلمون القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويزكيهم ويبين لهم ما في القرآن، ويسألونه عما أشكل عليهم. ولذلك لا يمكن أن يشك في فهم الصحابة رضوان الله عليهم ولا لفهمهم هذا الدين البتة. وهؤلاء الذين أكرمهم الله بصحبة نبيه، الذي قال عنهم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هؤلاء القرآن، هؤلاء الذين اهتموا بالقرآن اهتماما عظيما، وهم أخذوا هذا الاهتمام من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن قاتل المشركين على تنزيله،
كما أخبر بذلك لما قال لعلي ابن أبي طالب: أنا قاتلتهم على تنزيله، يعني قاتل الناس على تنزيله، وعلي رضي الله عنه يقاتل الناس على تاويله، يعني على التأويل المنحرف الذي حدث في خلافة علي رضي الله عنه، فهو قاتل على تصحيح الفهم في القرآن وعلى بيان التأويل المنحرف. والرسول صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين على تنزيله، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث سراياه ويبعث الجيوش ويبعث العلماء ليعلموا القرآن ويصححوا للناس المفاهيم والمدلولات لهذا الكتاب العظيم. وفي هذا الجانب مهما كبرت التضحيات فإنهم يرونها شيء عظيم جدا وكرامة لهم. انظروا إلى حادثة واحدة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه بعض القبائل فطلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يبعث لهم من يعلمهم كتاب الله عز وجل، وكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة كبيرة من الصحابة يسمون القراء، لأنهم في الليل يقرؤون القرآن ويتدارسونه ويصلون به، وفي النهار يذهبون ويأتون بالماء لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهبون ويحتطبون حطباً يبيعونه في السوق ويشترون طعاماً لأهل الصفة، وهذه الصفة ملحقة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي فيها أضياف الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي فيها الفقراء، ويأتي إليها غيرهم ممن يتعلم ويستمع لدراسة القرآن. فهؤلاء 70 من خيار القراء بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تلك القبائل التي قريب من بير معونة، فاعتدى عليهم المشركون وغدروا بهم فقتلوهم جميعا، حتى إنهم لما قتلوهم قالوا: يا ربنا بلغ عنا نبينا أننا قد لقينا ربنا ورضي عنا ورضينا عنه، أن قد قابلنا ربنا ورضي عنا ورضينا عنه. ولهذا كان آخرهم موتا أو استشهادا خال أنس رضي الله عنه، يقول: لما طعنوه بالحربة في ظهره فخرجت من صدره قال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، لأنه استشهد في سبيل الله عز وجل. هل هذه التضحية الجسيمة 70 يموتون في غداة واحدة ضعضعة المسلمين، جعلتهم يتوقفون عن إبلاغ القرآن وعن الدفاع عن مدلول القرآن؟ أبداً، لأنهم يعلمون أن هذا القرآن يستحق هذا وأكثر، فهو كلام الله عز وجل، هذا القرآن هو كلام رب العالمين، وفضله على الكلام كفضل الله عز وجل على سائر الخلق، فهو كلام ربنا المتعبد بتلاوته المعجز بألفاظه ومعانيه. ولهذا هذا القرآن هو في الحقيقة روح، كالروح في البدن. انظروا إلى فقد البدن الروح يتحول إلى جيفة من الجيف، فكذلك الأبدان التي ليس فيها شيء من القرآن البتة هي جيفة من الجيف.
لأن ما من مسلم إلا وفي صدره شيء من القرآن. أقل ذلك أعظم سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة. أما القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن فهو فاقد للروح. وهذا القرآن هو هداية ورحمة وشفاء لما في الصدور، ما يكون في صدور البشر من الكفر أو من النفاق أو من الشكوك أو من الشبهات أو من الشهوات، فشفاؤها بهذا الكتاب العظيم، شفاء لما في الصدور وهدى للخلق من اهتدى به. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فليس هناك طريقة أهدى من طريقة القرآن، وليس هناك حكم أهدى من حكم القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني للطريقة المستقيمة التي لا أقوم منها. وهذه القضية غير مخصصة بزمن ولا بوقت، يعني إلى يوم القيامة فإنه ليس هناك أقوم من هداية القرآن وأحكام القرآن. وهذا بإجماع المسلمين، لم يقل أحد من المسلمين أنه في زمن من الأزمان تكون طريقة القرآن ليست هي الأقوم، وإن هناك من الطرائق ما هي أقوم منها. وأقصد المسلمين الملتزمين بالإسلام، وإلا فإن هناك أعداء للقرآن تحت ستار شعار رفعوه بعنوان إعادة فهم النص أو إعادة قراءة النص، ويريدون بالنص النص القرآني، ويريدون أن يفهم الناس منه أفهاماً جديدة، ويفسرونه تفسيراً جديداً، ويتلاعبون به، ويفسرونه بتفسير ليس هو الذي زكاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ولا الذي قال عنه: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وإنما قراءة جديدة، يسمون قراءة جديدة للنص. وربما خفف بعضهم العبارة وقال: تجديد الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني. ويريدون بالخطاب الديني هو القرآن. كيف تجدده؟ قال: نجدد معانيه. وهل تملك أن تجدد أنت معاني كلام رب العالمين؟ ولذلك حمى الله عز وجل وحفظ هذا الكتاب من تحريف ألفاظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل حفظ هذا القرآن من التحريف. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده كتاب للوحي، إذا نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم آية أو سورة فإنهم يكتبونها. وكتب القرآن بكامله في صحف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل ويدارسه القرآن في كل شهر رمضان. وفي العام الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن مرتين. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة من أن يلتفتوا إلى غير القرآن من الكتب. فلما رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة يقلبها، قال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي. يعني
لا تستفيدون منها شيء، لأن هذا الدين ناسخ لما قبله من الأديان، وهذا القرآن مهيمن على الكتب السابقة. ولهذا لم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم جمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه جمع الصحف هذه جميعاً، فكان القرآن مجموع في هذه الصحف. ثم بعد وكان قراء الصحابة الكبار مثل أبي بن كعب، مثل عبد الله بن مسعود، كان لهم مصاحف كاملة فيها القرآن كامل. وفي عهد عثمان رضي الله عنه لما انتشر الصحابة في أمكنة كثيرة جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه في مصحف يسمى المصحف الإمام، وهو المصحف الذي منقول بالتواتر بين أيدينا الآن. فالقرآن من حيث اللفظ فهو محفوظ، من حيث اللفظ فهو محفوظ، لكن من حيث المعنى فإنه يأتي محرفون ويحاولون تبديله ويحاولون تشكيك الناس فيه، وعلى رأس هؤلاء المشركون، فإنهم قالوا عن القرآن بأنه سحر وأنه أساطير الأولين وأنه يعلمه بشر ونحو ذلك من الزيف الذي نشروه عن القرآن، وتولى الله عز وجل الرد عليهم. ثم جاء المنافقون وأيضاً شككوا فيه وفي أحكامه، ولكن أهل الملة والصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أشد حرصاً على الدفاع عن هذا الكتاب العزيز وعن أحكامه. ولهذا لما قيل لعمر بن الخطاب أن فيه رجل يشكك في آيات الله ويثير الشبه والشكوك حولها، فسأل عنه فقيل له هذا رجل يسمى صبيغ بن عسل التميمي، فاستدعاه فلما جاء عنده وكان قد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ بن عسل، فقال وأنا عبد الله عمر بن الخطاب، ثم أمر بضربه في رأسه ضرباً شديداً، ثم أعاد ضربه بعد فترة، ثم أعاد ضربه حتى قال له إن أردت قتلي فأحسن قتلي، والله لا أجد شيء مما كنت أجده في رأسي من الشبه والشكوك. ثم أرسله إلى الوالي على العراق إلى أبي موسى الأشعري وأمر أن يهجره الناس ولا يجلس معه أحد، لأن هذا مبتلى بالشكوك التي يثيرها حول القرآن الكريم، والصحابة لا يرضون هذا المسلك الذي فيه إثارة الشكوك والشبه حول كتاب الله العظيم. وأما في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإن الخوارج تأولوا القرآن على غير تأويله، بمعنى أنهم فسروه تفسيراً يخالف ما كان عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من جهلهم ومن عدم اعتدادهم بالسنة، فإن الصحابة تلقوا القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقوا معانيه، ولهذا ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقوله أو يقرره فهو سنة، لكن أول الخوارج شكك في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعتبره من السنة. ولهذا لما قسم الغنائم غنائم حنين جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. والمسلمون كانوا يتلقون أفعال الرسول على أنها دين ووحي، وهي كذلك لا ينطق عن الهوى،
لكن هذا ما اعتد بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب عليه أن يعتبر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سنة ولا يعترض على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أضرب عنقه يا رسول الله، قال دعه يخرج من ضئض هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. وفعلا خرجت هذه النابتة التي خرجت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وبعد أن تولى علي رضي الله عنه الخلافة وبعد أن حصلت ما يسمى بحادثة التحكيم، وهي تحكيم رجلين من الصحابة في النزاع الذي حصل بين الصحابة. ولفهمهم الأعوج اعتبروا أن هذا التحكيم خروج من الإسلام وأنه يعارض قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقالوا حكمت الرجال في دين الله عز وجل، فلا يمكن أن نترك قتالك حتى تشهد على نفسك بالكفر أنك قد كفرت. ولذلك لما كان يلقي الخطب يقفون ويقولون لا حكم إلا لله، فيقول علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. الباطل هو التفسير التأويل الذي فسروه، وأما أن كلمة حق فنعم، فلا حكم إلا لله، سواء كان حكم قدري أو حكم شرعي، إن الحكم إلا لله. وعلي رضي الله عنه ما قال للصحابة لا تحكمون بالقرآن، هم قضاة مسلمون أسند إليهم الحكم في القضية، ومن المعلوم أنهم لن يحكموا إلا بما أنزل الله، هم صحابة أجلاء، هم قضاة، جعلهم المسلمون قضاة في هذه النازلة، فهم سوف يحكمون بما أنزل الله. ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى الخوارج وبين لهم أن هذا التأويل الذي يفهمونه تأويل باطل وأنه مخالف لفهم الصحابة، فاستمروا على فهمهم عناداً واستكباراً وعدم أخذ الدين من مصدره، فإن مصدر الدين وفهم الآيات تؤخذ من الصحابة. ولذلك اهتم الصحابة بتفسير القرآن اهتماماً عظيماً. يقول مجاهد بن جبر لقد عرضت المصحف على ابن عباس مرتين من أوله إلى آخره، يوقفه عند كل آية، كل آية يوقفه عندها ويسأله عن معناها، فهم يعني نشر ما في القرآن العظيم من أكبر همهم. فيأتي جاهل بالقرآن وبلغة العرب، لأن بعضهم عنده مشكلة في فهم لغة العرب، حتى قال الحسن البصري أهلكتهم العجمة، أهلكتهم العجمة، فإنهم يفهمون القرآن على غير لغة العرب، وبعضهم عرب لكنهم جاهلوا في الفهم، لا يجمعون الأدلة. المسلك الذي يسيرون عليه مسلك خطأ، وهو الاقتصار على بعض الأدلة وعدم جمع الأدلة، والفهم الأعوج من بعض الأدلة. ولذلك كان يناقشهم ابن عباس ويقول ما معكم أحد من الصحابة، يعني ليس معكم أحد من الصحابة يفهم هذا الفهم، وهو تكفير مرتكب الكبيرة واعتباره كافر، فإن هذا مخالف لإجماع الصحابة، فما بالك بأقوام يخالفون إجماع الصحابة في زمن الصحابة.
فهذا لا شك أنه انحراف كبير. ولهذا رد عليهم الصحابة هذا الانحراف الذي وقعوا فيه. ومثل ذلك الذين منعوا الزكاة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن هؤلاء أيضا فهموا فهما أعوجا لم يفهمه الصحابة، وظنوا أن الزكاة لا تدفع إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الزكاة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم باطلة لا يلتفت إليها، أو أنها لا تدفع للإمام أصلا. ولهذا كان أبو بكر الصديق لما نوقش كيف يحاربهم قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فالذين يفهمون الدين هم الصحابة. ولهذا لما جاءهم جبريل عليه السلام يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وغيره من الأسئلة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم. لأن الدين اكتمل شيئا فشيئا، فجاء جبريل في آخر الأمر ليبين للناس مراتب الدين. فإن الدين في أول الإسلام فيه فرائض وشرائع لم تشرع، فجاء جبريل يبين الدين كاملا بعد أن تمت هذه الفرائض. هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم. هؤلاء الأعراب فهموا من قول الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني إذا أخذت الزكاة ادعوا لهم، صل عليهم يعني ادعوا لهم. فقالوا: هذا الرسول، أما أنت يا أبا بكر ما دخلك. وهذا فهم أعوج، مخالف للإجماع، وإجماع من؟ إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا انحراف في فهم القرآن، لأنهم ما تلقوه عن الصحابة رضوان الله عليهم، أو أن بعضهم عنده هوى، لأن بعض الناس قد يحمله الشح أو نحو ذلك للخروج من الدين. ولذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. ولذلك أجمع معه الصحابة على قتال المرتدين وسموهم بالمرتدين. وفرق بين من يمنع الزكاة وهو معترف بوجوبها بخلا أو شحا، وبين يمنعها بالتفسير الباطل الذي يؤدي إلى تحريف الدين، فإن هذا إسقاط للفريضة، ولهذا سموا بالمرتدين. أما لو أن شخص منع الزكاة شحا وبخلا فإنها تؤخذ منه وتضاعف عليه عقوبة، لكن بهذه الطريقة التي قام بها المرتدون، وهم أنهم يحتجون على إسقاطها بحجة باطلة مخالفة للإجماع، فهذا وينصبون القتال لأجل ذلك، فهذا ما استدعى قتالهم. ولذلك الذين يريدون التفلت من أحكام الإسلام سلكوا مسلكاً آخر، لأنهم أيسوا من أن يغيروا ألفاظه، فبدأوا في تغيير أحكامه وفي تغيير دلالاته. ولهذا قال الجعد بن درهم، وهو من رؤوس البدع الأوائل، الذي أنكر أن الله عز وجل كلم موسى تكليما أو اتخذ إبراهيم خليلا، يعني حرف معاني هذه الآيات، وأنكر أن يكون القرآن كلام الله عز وجل. وهذه البدعة الشنعاء استمرت إلى زمن المامون وزمن خليفتين بعده، وكانت فتنة عظيمة، وهي أنهم ينكرون صفات الله عز وجل، ومن صفاته أنه يتكلم بالقرآن،
فهم ينكرونها، فاعتبروا القرآن ليس بكلام الله عز وجل، واعتبروا أن صفة الخلة لله عز وجل أنها لا تليق بالله عز وجل، فهم يستدركون على كتاب الله عز وجل. ولهذا الرعيل الأول من السلف أنكروا عليهم إنكاراً بليغاً، وأمراء المسلمين أدبوهم على هذا التصرف، بل قتلوا بعضهم. ومن أول من قتل المنحرفين الذين حرفوا الدين هو علي بن أبي طالب، فإنه حارب الخوارج، وعنده في ذلك حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر ذي الثدية وهو رجل أسود مقطوع اليد وعلى يده حليمات وعليها شعر، ولذلك لما قاتلهم قال ابحثوا عن هذا، فقالوا في البداية ما وجدناه، فقال والله ما كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابحثوا عنه فوجدوه تحت القتلى. ثم قتل متأولة آخرين وهم الذين سجدوا له، يذكر أنهم 11 شخصاً سجدوا لعلي بن أبي طالب، فقال ما شأنكم؟ قالوا أنت الله، وظنوا أن الله عز وجل حل في علي بن أبي طالب بتاويلات فاسدة لقنها لهم اليهودي عبد الله بن سبا اليهودي، ووصلت عندهم مبلغ القناعة التامة، ولهذا حاول أن يردهم عن هذا الاعتقاد، فقالوا أنت الله، أنت الله. فقال ما ويلكم، أنا مخلوق آكل الطعام وأمشي في الأسواق، كيف أكون أنا الله؟ فقالوا أنت الله. فعند ذلك أمر بالنار فشبت لهم فحرقهم في ذلك الوقت، وهرب المفسد لهم وهو عبد الله بن سبا اليهودي، لأن عبد الله بن سبا اليهودي الحميري من يهود اليمن أسلم ظاهراً في زمن عثمان رضي الله عنه، وهو جاء ليفسد الإسلام من الداخل، والناس على الفطرة ما كان انتبهوا لهذه المكائد الشيطانية، وهذا ديدن اليهود، فإن اليهود يدخلون في الأديان فيفسدونها، فإن بولس اليهودي دخل في دين النصارى فأفسد دينهم وأدخل فيه التثليث ونسبة الولد لله عز وجل إلى غير ذلك. فهذا اليهودي دخل في دين الإسلام وصار يأتي بعيداً عن الصحابة أهل الفقه، ويأتي لعوام الناس ونحو ذلك، ويقول لهم إن علي رضي الله عنه وصي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه معصوم مثل ما محمد معصوم صلى الله عليه وسلم، وأنه مثل هارون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فقال علي كذلك بمنزلة هارون من موسى، وهذا القول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي، لكن ليس المعنى هو الذي أراده اليهودي، وهذا لأنهم يأخذون المتشابهات من القول ويتركون المحكم، ولو رجعوا إلى فهم الصحابة لهذا لعرفوا الحق، فإن علي كان يريد أن يسافر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقاتل في تبوك، فالرسول صلى الله عليه وسلم خلفه أميراً على المدينة، فقال أتتركني مع النساء؟ يعني أريد أن أذهب معك وأنال شرف الجهاد في تبوك، فقال لا، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لأن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ميقات ربه ترك هارون وخلفه في قومه، فهذا في يعني في حادثة معينة
أما الفهم أنها الخلافة ونحو ذلك فما فهم أحد من الصحابة هذا البت أبداً، ما فهم، ولا علي رضي الله عنه ما فهم هذا، هذا الذي يقولون عنه أنه معصوم ما فهم هذا الفهم، ولذلك بايع أبا بكر الصديق وبايع عمر وبايع عثمان وما رضي بهذا الفهم البت، لكن شياطين الإنس ولذلك نشر هذا الفساد في أوائل الناس من البداية، لكن انتبهوا يعني المسلمون والحمد لله انتبهوا لهذه المكائد، لكن أثرت وبقي من يثيرها، بقي من يثيرها في المجتمعات الإسلامية، وبقيت فرق وطوائف قائمة على هذه، فالذين حرفوا القرآن وأنكروا أسماء الله عز وجل وصفاته هذا قام عليه طائفة تسمى الجهمية، طائفة الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، فإنه قد أخذ عن معبد الجهني ومعبد قد أخذ عن الجعد بن درهم، يقول شيخ الإسلام بن تيمية وأنهم أخذوا هذه المقولة عن لبيد بن الأعصم الذي اليهودي الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان اليهود يخططون ويشتغلون بإفساد هذا الدين، لكن الله سبحانه وتعالى قيض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباع التابعين للدفاع عن كتاب الله عز وجل، ولهذا الجهمية يعني أنكروا أسماء الله عز وجل وصفاته، يذكر عنهم العلماء أن الجهمية ثلاث درجات، ولا بد أن ندرك هذا لأنه تختلف أحكام كل فئة منهم، فالجهمية المحضة تسمى الجهمية المحضة، هؤلاء لا يثبتون لله لا اسما ولا صفة، هؤلاء الجهمية المحضة الذي كفرهم السلف الصالح وردوا عليهم ردود كبيرة. الدرجة الثانية المعتزلة، وهؤلاء أخذوا من الجهمية إنكار الصفات وأثبتوا الأسماء، لكنهم يثبتون الاسم من غير صفة، فيقولون حكيم من غير حكمة، رحيم من غير رحمة ونحو ذلك. والدرجة الثالثة هي الأشاعرة والكلابية والماتريدية، لأنهم أنكروا بعض الصفات خاصة الصفات الفعلية والخبرية، ولم يثبتوا إلا سبع صفات، هؤلاء كلهم يطلق عليهم لأنهم يشتركون في التجهم لكنهم ليسوا درجة واحدة، ولهذا لما كتب ابن القيم كتابه الجيوش الإسلامية على الجهمية والمعطلة ذكر هذه الطوائف الثلاث في الرد عليهم، اجتماع الجيوش الإسلامية، الكتاب بعنوان اجتماع الجيوش الإسلامية على الجهمية والمعطلة، والجيوش الإسلامية أهل العلم الذي نقلوا لنا العقيدة السلفية الصافية، ولهذا البخاري رحمه الله قابل منهم أكثر من 1000، هذا الذي قابلهم لوحده في زمنه كلهم على العقيدة الصحيحة التي تعارض هذا الزيف وهذا التأويل، فهؤلاء قوم سخرهم الله عز وجل للدفاع عن كتابه، ولهذا لما جاء بعض أهل الفتن وأثاروا أن في اللغة العربية مجاز، وجاءوا بالمجاز هذا ليتوصلون إلى بيان أن في القرآن شيء ليس حقيقة، والقرآن لا يمكن أن يكون ما هو حقيقي، لا يمكن أن تأتي إلى كلمة في القرآن وتقول هذه ليست حقيقة، كلام الله ليس حقيقة، ولذلك توسلوا عن طريق المجاز إلى تحريف آيات كثيرة في القرآن، واستغلها أهل التجهم
وغيرهم في نفي الأسماء والصفات، وقالوا هذه مجاز، والمجاز موجود في لغة العرب، وبدأوا يفلسفون هذا الكلام، وصوروا للناس أن العرب اجتمعوا في مجلس وأنهم قسموا الألفاظ إلى حقيقة وإلى مجاز، والعرب ما اجتمعوا في مجلس ولا حصل هذا، هذا من بنات أفكارهم. ولهذا لا يقر من يدعي المجاز في القرآن، لأن المجاز متفق على أنك تقول هذا ليس حقيقة. إذا قلت هذا ليس حقيقة فإن هذا إنكار لحقيقة القرآن، وما عرف عند السلف الصالح أنهم قالوا هذا مجاز مخالف للحقيقة. ولا يجرؤ أحد أن يطلق على كلام الله عز وجل بأنه ليس بحقيقة، وليس هذا المصطلح كان دائر بينهم. وأيضاً مما أطلقوه أيضاً أنهم يبحثون عن المتشابه ويقدمونه على المحكم، فبدلاً من أن يردوا المحكم إلى المتشابه فإنهم يبحثون عن المتشابه ويجعلونه أساساً في الفهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن بأن الذين يتبعون المتشابه إنما هم أهل الزيغ، الذين في قلوبهم زيغ هم الذين يتبعون المتشابه. والمراد بالمتشابه الذي لا يظهر معناه ظهوراً بيناً إلا بضمه إلى غيره، لا يظهر معناه ظهوراً بيناً إلا بضمه إلى غيره، فهم لا يضمونه إلى غيره، ولذلك يأخذون طرف من الكلام ويجعلونه أساساً، يأخذون طرف من الكلام ويجعلونه أساساً. وهذا أظهر ما يظهر عند القدرية، وهذه الفرقة حدثت في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليه، في آخر عهد الصحابة ظهر من الناس من يقول إن الله عز وجل لم يشأ من العبد، لم يشأ أن يقع الشر من العبد، وإنما الله يشأ أن يقع الخير، وأما العبد فيفعل الشر بمشيئته هو. وقالوا لو أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ المعصية على العبد لكان ظالما له، وهذا من جهلهم أصلا بمعاني القرآن، ولهذا وبمعاني الأحاديث المثبتة لذلك. ما الذي حملهم على ذلك؟ اتباع المتشابه، ولو جمعوا الأدلة مع بعضها لفهموا. فإن المشيئة مشيئتان، مشيئة كونية قدرية، يعني ما يقع في الكون شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، وهم يقولون لا، يقع في الكون شيء بغير مشيئة الله، بل ويتجاوزون هذا إلى أن قالوا ليست مكتوبة في اللوح المحفوظ، وبعضهم تجاوز هذا وقالوا لا يعلم الله عنها حتى تقع. ولهذا لما انتشر هذا في الكوفة في العراق فجاء بعض التابعين إلى الصحابة يستفتونهم، وهذا المسلك الرشيد، لأنهم يعلمون أن الصحابة نقلوا العلم، فهم سند الشريعة ونقلوا القرآن بألفاظه ومعانيه، فجاءوا إلى ابن عمر رضي الله عنه فأخبروه وقالوا إن فيه طائفة يتقفرون العلم، يعني يتتبعون العلم ويتظاهرون أن عندهم علم، لكن علم مغلوط، علم ما هو صحيح، علم غير مؤسس، علم غير مأخوذ من الصحابة، ويزعمون أن الأمر أنف، يعني ما في مقادير مكتوبة وليس فيه قدر سابق. فقال لا ابن عمر عن هؤلاء
إذا أتيتهم فأخبرهم إني بريء منهم وهم براء مني. ثم ذكر له الحديث الذي فيه أركان الإيمان، ومنها والقدر، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، خيره وشره. فهذا الفهم الأعوج يعني جعلهم ينكرون أشياء من قدر الله تبارك وتعالى ولا يفهمونها فهما صحيحا. وكذلك فقابلهم الفرقة الأخرى وهي الجبرية، والجبرية أيضا يأخذون متشابه من القرآن، كمثل قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا إذن العبد ليس له فعل، العبد كالريشة في الهواء، لأنه قال الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا أيضا من سوء فهمهم وأخذ المتشابه، وأيضا من جهلهم باللغة العربية، فإن الرمي يطلق على مسألتين: المسألة الأولى بداية الرمي، والمسألة الثانية إصابة الهدف. فمعنى وما رميت إذ رميت فأثبت، ثم أثبت له الرمي، فقال وما رميت إذ رميت، يعني الإصابة ليست منك ولكن التسديد من الله عز وجل، لكنه أثبت له الفعل وما رميت إذ رميت. ولهذا كانوا يجادلون في هذا، وكان يرد عليهم الصحابة، وكان من المشتهرين بالرد عليهم ابن عباس، حتى ذكروا عن امرأة خبيثة استغلت هذا المذهب الخبيث أن العبد مجبور على أفعاله لا ينكر عليه، فوقعت مع زاني في فناء المنزل، وكان زوجها على السطوح، فرآها تزني بعينه، رآها تزني بعينه، فقال لها لماذا تفعلين الزنا، وشتمها كيف تفعلين الزنا. قالت أنت رجعت لمذهب ابن عباس، مذهب ابن عباس الذي ينسب الفعل للفاعل، تقول أنت رجعت لمذهب ابن عباس، أنا كالريشة في الهوى مجبورة على فعلي، والزاني كالريشة في الهوى، فكيف تلومنا على هذا؟ فقال هذا المبتدع المغفل لولاك لهلكت، يعني لولا أنك فتحت ذهني بهذه المعلومة وإلا لهلكت، يعني لقلت بقول ابن عباس الذي ينسب الفعل للفاعل ويعاقب عليه الفاعل ونحو ذلك. أي ما الذي أدخلهم في هذه المضائق الضيقة؟ لأنهم ما أخذوا العلم من مصدره. وينبأ على هذا ندرك حجم الجهد الذي بذله الصحابة في الدفاع عن مدلولات القرآن، ومن سلك طريقهم فإنه قائم بهذا الجهد. ولهذا كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم في الردود على هؤلاء المنحرفين وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة كتب كثيرة جدا، يعني مرة سوينا دراسة عندنا في جامعة أم القرى عن الكتب، كتب أهل السنة والجماعة الذين ردت على هذه الفرق المنحرفة إلى نهاية القرن الخامس الهجري، فصار المجموع أكثر من 300 كتاب، أكثر من 300 كتاب. لكن كثير من الكتب الإسلامية فقدت، ترى أيام غزو التتار، أيام غزا التتار الدولة الإسلامية وأسقطوا الخلافة، فإنهم أخذوا جميع الكتب والمخطوطات ورموا بها في النهر حتى تغير لون ماء النهر من كثرة المخطوطات التي رميت. 300 كتاب للدفاع عن القرآن وعن مدلولاته وعن آياته ونحو ذلك، 300 كتاب. وهذا الذين كتبوا كتابة صريحة في مسائل العقائد، لكن بقية الناس، بقية العلماء كل في فنه، الفقيه
يبين الفقه الصحيح ويرد على المنحرفين في الفهم، اللغوي صاحب اللغة يرد على من عنده اعوجاج في فهم اللغة ونحو ذلك. فجهود المسلمين متضافرة كلها للدفاع عن كتاب الله عز وجل. ولذلك المعركة في كل زمان هي معركة تحت راية القرآن. المعركة مع المنحرفين في كل زمان وفي كل مكان فهي معركة تحت راية القرآن. الكتاب الهادي فيها هو كتاب الله عز وجل، هو القرآن. والرجوع إلى القرآن هو منجاة، الاعتصام بالكتاب والسنة هو منجاة، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي شارحة للقرآن ومبينة له ومضيفة له. ولذلك من ترك الاعتصام بالكتاب والسنة في أي زمن فإنه يأتي بالانحرافات، لكن هذه الانحرافات وإن أثرت في كثير من أجيال المسلمين لكنها سوف تزهق، فإن الباطل كان زهوقا. وما بقي في الناس من يعلم الناس دينهم ويبين للناس هذه الانحرافات المخالفة للإجماع فإن هذا لن ينتهي من الأرض. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق لا يضرها من خذلها حتى قيام الساعة. لا تزال طائفة، تكون في بلد أحيان أو تكون قليلة، نعم قد تكون قليلة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. لكنها تحفظ على الناس دينهم، يعني تبقى مدافعة عن الأصول، مدافعة عن كتاب الله عز وجل، مدافعة عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا مهما كثر الإعلام المنحرف في الأرض هذا الضجيج وهذه الكتابات وهذه الروايات ونحو ذلك فإنهم لن ينالوا خيرا، وسوف يرجع الناس إلى كلام الله وكلام أهل العلم السابقين الذين يأتون الآن. بعضهم يريد أن مثل الذين ذكرت لكم إعادة قراءة النص أو تجديد الخطاب الديني أو نحو ذلك من العبارات، كلها سوف تذهب سدى، وإن أثرت تؤثر على بعض جهلة الناس، لكن عندما ينتشر العلم الصحيح فإن هذه تفسد وتزهق، لأن الباطل زهوق. هذا ما أحببت أن أثير في هذا المجلس، وأكتفي بما سمعتم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.